زي ما انتوا شايفين عين تيمو محتاجة تنظيف. طبعا احنا كل يوم بننظف عين القطط بقطنة ومية دافية، بس المرة دي هنحط له كريم توبرادكس عشان الافرازات كانت زيادة اليومين دول. تابعوا معانا. وزي ما انتوا شايفين هي دي الحاجات اللي هنستخدمها. اول حاجة مية معقمة نغليها بعدين نسيبها تبرد، محتاجين قطن طبي، والقطن نقصه بالطريقة دي، طبعا محتاجين المقص يكون متعقم، وكريم توبرادكس. طبعا اهم حاجة بعد ما نحط القطنة في المية ونمسح عين القط فيها ما نرجعهاش تاني للمية، علشان لو في اي ميكروب ما ينتقلش للمية وبعدين ينتقل لكل العين. طبعا القطن المتعقمة بنحطها في المية المتعقمة، بننظف بيها العين وبتترمي في الباسكت على طول. يلا نبدأ مع بعض. أول حاجة نحط القطنة في المية، ننظف بس نحاول ما ندعكش كتير قوي بطريقة تكون مضرة لعيون القطط. تاني قطنة، بالطريقة دي تنظيف عيون القطط. ده بيتعمل كل يوم، بس لما الافرازات بتاعت العيون تزيد بنحط له كريم علشان لو في اي بكتيريا نقضي عليها. ولسه هننضفها تاني زي ما انتوا شايفين. الطريقة دي حاولوا ما تدخلوش القطنة جوه عين القطة عشان ما تأذيهاش. كده العين بقت نظيفة تماما وجاهزة علشان نحط لها الكريم. يا ريت العملية دي لو معرفتوش انكم تعملوها لوحدكم تقولوا لحد مختص او بيعرف يعمل حاجة زي دي.
نفتح عين القطة ونقفلها عشان الكريم يتوزع صح على العين. ادي اول عين عملناها، ادي العين التانية هنعملها دلوقتي. كده نكون خلصنا زي ما انتوا شايفين، نضفنا عين القطة وحطينا لها الكريم، وبرضو تذكير برضو لاسم الكريم اسمه توبرادكس عشان عاوزين تجيبوه من الصيدلية. وبس هو ده كان فيديو النهاردة، ما تنسوش انكم تعملوا اشتراك للقناة وتفعلوا زر الجرس وتدوسوا على زر اللايك وتعملوا شير بين صحابكم اللي بيربوا قطط. سلام.